عادي لي مفيم جعدنا العلوة وجعدنا التول إذاعة إن شاء الله التول إذاعة جروا هاتا جيبوا كارو جيبوا كل شيء وراء ما تسجلوا الله يجعل السلامة كحطوا القاسعة كيدوروا بيض ما بكت البطوية الكوبي الخوف والله ما داشت البين لا شتي وشو هاتشي وقيا بكري القاسعة قصري قال أضرب دار تحت المرطوب أقادوا عطير والناس أسواق الكاس فوق الهندي زاجر بنادم يكرز بنادم يجهد زناك ها تا يتزاجر بنادم وتكوكو ليه البودرة حتى يكوكو واحد البودرة اوايا اي كياس عاد يلبني من لا لك حل الماي شان تاكل فيه الدلن جوج دلا جوج دلا اي ديت دلوزة ايد دلو دلوزة ايد دلو اثناني دلواني اثناني دلواني ضربتي يوماني اني اني وصدقتي وحلاني وحلاني عدو قلت لي اش منو البغله بحال قلت لك عدو مهامر سميتها بحال عدو مهامر امي امي شحال تدير في الطريق هذيك الطوموبيل اللي قلت لك المهامر شحال تدير كان ضرب 300 قل 20 300 قل 280 في الكونتور امي امي سميتها الطوموبيل المهامر المهامر يلا طلع اي وكانوا عطوا للست كانت الطياره طيارة كيفاش يدوش المطار لا ما سيد كانت الطيارة كانوا دايرين واحد الزعبة وتحت الشاريش زيد تيكتفوا ليك يديك مع رجليك ويدوروا راسك يغبر في الماء طيارة تنسموها طيارة تسمى طيارة ما عمرك طيار في فيها لا والو ما عمري تسكتم تنهرب انا ما عمري مشدوني قاعد المجاريم اللي دوزت عمرهم ما دوقوا عليا كاع المجاريم والو المجاريم كلشي ما عمرهم دوقوا عليا ولا شافون هذاك اللي تخلع قلتي لي مالهم مش عاد الجدارميه سولوه مش عادوا سولوه على ولادو هو قالوا لي شكون الكبير فيهم وعطينا الاسم الكبير فيهم وقال لي انا اكبر منهم كل شيء تخلع مسكين وقال لي انا اكبر منهم كاملين كيف السر يطلع من الكعبه الا ما عليكش الصباط مزيان وخاتم مسكون بلي 100000 والو هاني يقول ما كثر عينهم الصباط هاي ظهروا الصباط كي والو هات لي صباط والو سامي مسعود تاكي والو كامل تسويتي حاجه تماما السر يطلع من الكعبه اي شوف الحافر اللي كي تعافر تستر انسان بين سنان لا علي لك درجه نقدموا الحاجه الله يتمرك ويعمرك ما عمرت مكه والمدينه ترعاي في العفا تروحي للدفا نهار الخايب تكوني غايب نهار الزين ما تروغي فين بجاه الله وردات الوالدين يكونوا لك عوين بغينا ساروت اللي من ويسر الباب اللي وقفت عليه افتح ما بين يديك بجاه الله وردات والديك راها تحديك الله يخيرك ويخير تريكتك في الايام اللي باقي عليك لا انت ولا اصحابك ولا المجموعه ديالك الله يفيدكم خامه الله يفيد غديرتكم الله اللي شافتكم ترداكم الله يستركم ما تستر نسال بين سنان خليناكم كنا ورا في البلاد المختاره خليناكم كما سراتا في راس المطلق اللي خرجتوها من ريق جدنا وجدكم وردات والديكم داريكم طريق في الدار وخير دعانا استر الله والحمد لله يا رب العالمين لا الغلم ديالي عزيز علي الغلم ديالي وكان بغي نشوفها تقريبا ما نكره كاع النعاس نشوفها في النعاس كاع بعض المرات كان حنا بها كاع انا الوليد فالت لك على الكربون تا الكربون ضايقينو لما جينا جاي راه موالي الشفن يتفقوا علينا يقول لك تم الغنم غادي نبيع الشفن الدوار عاجبنا نبقاو في الدوار ريحة الدوار سيداتي سادتي مرحبا بكم معنا إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ريحة الدوار ريحة الدوار اليوم في منطقة اسمها المسيعدات ولاد شبانة أمزاب بين سطات وبن حمد الوليدة اسمك الله اسم محمد اسم محمد بن من بن حمد بن حمد بن من بن جلالي بن جلالي بن من بن حمو بن حمو بن من سرغيني وقفت عند سرغيني ايه نعمس ويني انتم منزاب جابكم السراغنا واخويا احنا السراغنا هذا دوار ديال السراغنا كانوا جوج خوت زيد وجايين في ايام الاستعمار هربوا زقلفتهم الوقت نعم سيدي زيد من ايام الاستعمار جاو هنايا سميتهم هادو واحد سميتو اسمه محمد ايه واحمد ودابا باقيين مفروزين باقيين مفروزين هادو اللي ولاد هذا ولاد هذا بيني هي بيني في دوار واحد في دوار واحد دابا انت ولد احمد ولا ولد محمد انا جدك انا جدي هو جلالي ولد محمد ثم الفخده ديال محمد نعم سراغنا نعم وما عمركم مشيتوا في سراغنا قلبتوه جدركم فين كنكذب عليك
والو ما عمرني مشيت. كتعرفهم كيقولوا سرغن برغن؟ يقولوا سرغن سرغن برغن سرغن برغن عارفه. خلينا لا ما عارفه واش جبدنا فيه. واش جبدنا فيه؟ يالله لا ما نقولوش لا ما نقولوش. بعد حلقتي مزيان بعد دورتي معايا غندير هوته هوته صافي نهوته. واخا قول لي شكون الناس الكبار ديال هنا؟ الناس الكبار الاولين جدودكم؟ جدودنا اللي كانوا شانعين. داز سيدي الجيل علي بن حمو زيد، وداز محمد بن حمو زيد، وداز رحال بن حمو. شكون اخر؟ وعبد السلام بن حمو زيد، وبشعيب بن حمو. هادو كلهم ولاد عمو. هادو كلهم ولاد عمو كانوا شانعين. نعم. واش هما شانعين من جهه طامو الدنيا ولا من الكرام ولا من من الكرام؟ هما كرامه كرامه كرامه. واخا يجي بنادم من بلاد بعيده يجي الا بغى يجي يجي مرحبا. واخا يكون ماهوش من القبيله. واخا يكون من القبيله الحق الدوار سرعنا يشبع. شنو الدوار حنا ضرب؟ المسيعدات. المسيعدات نسمو المسيعدات. المسيعدات اسيدي على ما كيقولوا الناس كان واحد النصراني يامات الخرس يامات اللي كيخلصوا على الودن. على الودن زيد. وكان هذاك النصراني كيتساعد مع الناس كان يجي عندهم ويتساعد معهم زيد. من تما سمع عليهم المسيعدات. هذاك الشيء سموه المسيعدات. لا سموه المسيعدات. كيتساعد معهم. كان يتساعد معهم وسموه المسيعدات. قلت لي الشريف قبيله شكون هذاك اللي كان يتحزم ويسقي عباد الله بالسمن؟ هذا جدي جلالي. اش كان يدير؟ هو اللي كان يتحزم ويسقي للناس ويتسخر على الناس والناس مجموعين. واش هو الطعام ولا شنو؟ كان بكري على الكسكسو. الطعام. الطعام زيد. ايوا سيدي ويتحزم يمشي عند العيالات ويتحزم ويسقي القصاع بيدو ديال السمن وكل الناس واللي هو جيعان يجي لدوار صغرنا يشبع. الكرام يعرقها. يعرقها كان الكرام موجود صافي. الناس ديال بكري كان الكرام فيهم. واخا. نعم. شكون اللي كانت عنده دنيا كثيره؟ كان ولد مسيك. ماهوش ديالكم هذاك؟ لا ماشي ديالنا. وين يجي هنا؟ نعم سيدي. هما ولاد زيان. هو زياني. نعم. وجا هنايا. نعم. دار 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 الارض. شرا الارض هنايا زيد وعاشوا معاه ناس. انت ما تعرفوش؟ نعرفوا. بعد خلقتي لقيتي؟ اييه. ها اييه. عاشوا معهم والديكم؟ عاشوا مع والدينا. وحنايا كنا سيدي كنا كيقولوا هما خبازه. شنو هي خبازه؟ خبازه هي كتشد مع ذو الارض بالخبزه. بالخبزه. ها تشد مع ذو الارض بالخبزه. زيد شنو هي زعما الخبزه؟ الخبزة هي يدي فيها هو ثالثة تدي ثلثين ويدي ثالثة ديالو حرة. هذيك هي الخبزة ثالثة. نعم. دايرها يدور من الغاز ولا توا صافي ما يدي ثالثة ويزيد بحال. لا هو واش داير؟ داير على الأرض. على الأرض. الأرض ديالو. أييه. والثومة حرته وزرعوا وزرعوا وكلشي ودرسوا. كانوا ما كاينش الماكن. كان عليه دبة والصباعات. كان عاص الصباعة ما كانتش خطيرة. التباندا وطيح مد ما صافي السبول ياكلك في جنابك. كنتي كتقهر اصاحبي؟ اه انا نتقهر. حتى كنتي تحصد؟ اه كان اللي عندي راه هنا هو هذاك اللي عندي راه. شنو يدير زعما؟ خلي لي المريره غاده ديال الزرع. ما كيحصدش مزيان. يحصد مزيان يفوتني. ها هو اي كان يغلبك اصاحبي. يغلبني في الحصاد. ويني منجل؟ منجل عنده ما كاين الصباع ما كاين طن 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 ما تسمع الغوت. هنا جدريب. او جدي مورانا راكب على واحد دابه شهبه. شكون هذا؟ جدي زيد. ايوا سيدي عليا ويجي مورانا ويسرح في بالو شكون اللي حصد وشكون اللي ما حصد. اللي ما حصد ما كاين المحار. بابا حتى المشويطه تاكل جنابو. انت فايت محلق معاك جدي. انا محلق معايا ما بغيتش نقابل اليوم البهيم. علاش؟ ما بغيتش نقابل اليوم البهيم. كان الوالد عندي معاه. ما بغيتش انا نقابل البهيم. نفخت عليه. بغيتيش تسرح؟ ما بغيتش نسرح. زيد. هو يركب على واحد العوده بيضاء. شكون هذا؟ جدي. 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 زيد. ايوا اسر نتخوالي كان بكري عدوم الزرب. كاينه جريب. اسر نتخوالي من هنا تخوالي من هنا عاد قاد معايا وعاد الشكال ديال العوده يشبر معايا من هنا لهن. دارت لك مع دارت لي مع الظهر. زيد. ايوا انا نتفقع عليهم. مشيت عند الوالد بركت نبكي. قلت لي صافي ما بقيتش تحصد معاه. يلا اديني نمشي لخيمتنا. الوالد توا تفقع ركبني على واحد دابه وجيت انا وياه. نوضتي الصداع عليهم. نوضنا الصداع. نوضنا كواك باطيله. زيد. ايوا سيدي جينا في حالاتنا شويه من اللي بغاو يطلعوا يمشيوا يحصدوا كانت كيش تيجيو تيتردوا.
ترديدة يعرقوا يديروا المازوت على الزيت يديروا المازوت غادي يطلعوا زيت ايوا ملي بغاو يطلعوا سيدي قالوا فين هو محمد يمشي قبل به قال لهم لا وانت ضربتي سرحتي مع هذاك الشكار راه باقي مصور ريه في جنابه كي غنديروا ليه ايوا بقاو عليا هزوني اداوني راه ليا هوت على العوينه بغيت نشرب زيد ما بقيتيش باغي تسرح ويني وليتي باغي تطيح مع العوينه مع العوينه نشرب مويها اما فيا العطش لوال ويني على غرضك حاجه اخرى الله يفتح لك سير انا عارف شكون اللي كاين ايوا سيدي الوقت اللي هوت وهي ضربني واحد النخله ضربتني الصبع رجلي طب جلات لك الصبع ومشات الصبع ترست قلت انا جاب الله غادي نتفك من السرحه لا قلت انا جاب الله نتفك من السرحه جاب الله علاش نجيب سبتي اي نجيب سبتي واش هي طلعت معاك شي ضربانه ولا شنو وات هذاك ديال مخلد بحال الشوكه كبيره زيد او سيدي قلت انا جاب الله غادي نتفك من السرحه اش داروا لي داروا لي حمار عاد تركب عليه ويقول لك عاود تبع البهيم هذوك عينهم فوق وصافي عينهم فيا هذوك واخا تبيس كاع واخا هذاك جدك واخا تبيس يزيدك السرحه يزيدني زيد ولا يهزون عليك الحمار ويديهم تقابل نقابل البهيم بز مني ولا بدا ولا بدا والنهار جيد عاد هذاك جدي وهي النهار اللي تكون يحيي الصيف وتكون الشتا تصب وجدي كان يدير البورو هذاك الطويل ايه زيد هو البينار سميتو البينار شنو هو البينار ايه عرفتيه هذا هو بينار شنو هي الفلاحه ديالكم هنا الفلاحه ديالنا القمح والشعير والفرينه القمح والشعير والفرينه نعم زيد شنو اخر يمكن كانوا بكري يديروا الدره ما بقاش الدره واش يديروا زيد واش يديروا الدره وبقى الناس تحلق في العدس خضره كاين العدس زيد كاين العدس ويدير الناس حمص زيد يوعد الشيط الخضار اللي عنده الماء الربيع كرافس الربيع ديالنا أكرافس المعدنوس القزبر الباربة الفجل كل شيء كاين كل شيء موجود والتربة اللي كاينة شنو التربة عندنا البيضة وعندنا التيرس وشنو يعني مزيانة مزيانة هو التيرس تيرس ولا البيضة لا التيرس البيضة ما لايقاش لا والو لا شويحفة هذيك اللي بغيتي تبني ولا اه اللي بغيتي تبني دير شي دالاول الله يفتح عليك قول لي اي قول لي نعم قول عيالات شي مرا كانت كريمه نعم دوزت خير كثير كانت مع اللي عباد الله كاينه كانوا عندنا ثلاثه العيالات شكون كان جدايا سمع الله يقول لي فاطمه بنت ادريس زين اش كانت دير هذه كانت هي اللي كانت تمون الناس مع هذا جدي جدي كانوا عندو جوج عيالات كانت ميلوديه وفاطنة وعمي كانت عدو فاطنة بنت قربال هادو كانوا اختصاصيات في الطياب واش هادو ولاد قربال اللي كتجيهم شي حاجة ايه هادي قربال الدراري اللي ايه نعم سيدي هادي عمتهم زين قلتي لي وشكون اللي كان في ضد الاستعمار هنا الاستعمار ما كان حد تو هات ياكلوا ولا بدينا ولا بدينا حنا صافي خايفين واشنو خوف رجله او الشريف قلتي لي ولد مسيك كيفاش جا هنا ولد مسيك اخويا الوقت اللي جا هنا شرا شرا البلاد ما عقلش حتى وقتاش لا ما عقلش زيد يعاودوا لي اكثر من 70 عام دروك وتقريبا اكثر من 70 عام ولا 80 عام اي شحال عمرك انت بعدا انا عندي 67 67 عام اي وما عقلتيش عليه لا عقل على ولد مسيك ولكن ما عقلش وقتاش ما عقلتش وقتاش ما عقلتش عليه لا كي كان هذا الراجل كانت واحد الراجل واحد العظمه تبارك الله عظمه ديال الله جيد كان راجل جيد ومهلي في الناس وعاش مع قومان الناس عاشوا مع قومان الناس كي كان سيدي الوقت اللي يجي فيه واحد الميرسيدس كحله تبارك الله من اللي برك فيه الميل داك الخير ديال الله وكان يجي حنا كنا خبازه هذيك الساعه
انه هذا المستفين فواحد الولاد يقول لها قريب واحد السيد يقول لي الحاج الرحالي ايوا سيدي ويستفن وادر ويسر يدرس هو ملي يجيب واحد الخينه يقول ليها مسعود يجيبوه يعبر مع الناس اللي لقاو داك العرمات صافين يجيبوه يعبر ياخذ ثالثه ومن الحراس راه ياخذ ثلثين ما كانش راجل كان راجل حقاني كان راجل معقول ما كانش فيه الظلم لا لا ما كانش تعدو لا ما كانش والو لا عاشوا معاه ناس هذاك الشيء علاش طول ايه مع الناس عاشوا معاه ناس ودازوا معنا جويد شكون اللي دازوا معاه داز معاه سيدي اول مره العرود بالحاج اول مرتين الله يولي برحمه الله العربيولد من الحاج العربي ولد من الحاج نعم. هو من عندكم هنا ايه اش كان هو خباز هذا كان صاحبه كان صاحبه من روح روح وخول هنا ايه كان صاحبه وكان مقابل ليه شغله وكان معاه معقول وكان يعاون الناس ولا والو نعم ضعفاء يعاونهم المساكين يعاونهم هو قلت لي اش كان يدير ولد مسيك ولد مسيك سيدي راجل كريم كان يدير المساجد واللي يدير المسجد في راس العين واللي باني الجامع واللي باني الجامع في راس العين كانوا عايشين مع ناس ضعفاء وكان يصبر مع الناس وكانوا الناس سيدي يحرطوا معاه وجوا معنا من البلاد ديالو القوت وكان الربيع ديالو ياكلوه الناس ويديوه الناس وما يتعداو هو ما هو ما عنده غرض ما يغضب حد هو ما يغضب حتى واحد واحد العام انا كنت خدام مع ولده اسمه محمد زيد الله يرحم الله يرحم والعافيه شاعله سلعه شاعله في الزرع عاش من سلعه صحاب انا لي تقاتلني على السلعه اي تقاتلك سلعه زيد قلت لي شاعله في الزرع شاعله في الزرع ودخلت على الدوا بارك في واحد الدار وكنا نقولوا لي حبيبي قلت له حبيبي قال لي العام قلت له العافيه شاعله ويقول لي هناك ولدي اش غنديروا ليها مقرد واحد الدلاعه قدامه وحاطه وجاي معاه التلفازه وحاطه يتفرج مع راسه قال لي سير له هزوا الخيش وسير لقيتو شما طفيو طفيو ما لقيتو شاي خليها جيبو المحارته وحرتو قدامها باش تحبس باش تحبس هذاك الشيء اللي درنا شو هذا البلان عدو كيدير اي حرتو قدامها باش باش تحبس حنا ديروا الحداده الله يفتح عليك ما كون كنت هنا مش نوريكم اش دير لا كون قلت انت تورينا زيدوا شويه شويه نقول لك لوحوا لي البالات باش يلا تقبيوا عليها تماما تشوفوا تشوفوا العافيه فين غتوصل الله يحفظك كلامك زين غنسجعكم اي تسجعنا بالبان لوحوا فينا باش باش تشد باش تفيو لوحوا بالجيب لوحوا بالجيب زيدوا كثروا البان نعم سيدي زيد اي مني مشيتوا طفيتوها ما عدو هو باغي على الحاجه الزينه حتى هو راه مقرد عند اللي عاد تبرد وتكى عليها شحال فيكم حتى انتم العافيه والله يجعل ما شتى في كل شيء الله يرحمه هو ما عنده غرض صافي واش هاد عام يخفف شنا عند اللي عاد تبرد روما وكان مؤمن مؤمن كان يعطي الناس الزرع زي ويعطيهم العشر زي ويخدموا معاه الناس بحال العدد ديال الناس خدامه معاه ما عمرهم ما داروا راه جاي من ولاد زيان ماهوش من ولاد القبيله لا ما كاينش هذيك واش كاين شي ماء في الارض الماء المكان كان الماء كانوا السواقد ايه كانوا السواقد كنا نسقوا بالساقيه ما كانش البيار كاع البيار قليل البيار اللي عنده شي بير لا خطارات لا 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 قليل الماء دايز فوق الارض الماء فوق الارض كانت هذا كل مسيك شحال عنده يومين وليله يزلي لا عدو يومين وليله ديالو هادي ديال السقيان كيسقي بها ولكن الارض كثيره كثيره الارض وبقى عندو درك ولا دايم الله ودابا باقي الله تبعت باع ولادو باع هو وباع الولاد هو راه باع البلاد رخيصه في الاول ملي كان هو راه باعها رخيصه ب 5000 ريال الخدام ايام زمان زمان والناس كانت وشربت معاه ودارت منه الارض الله يولي برحمة الله ده هو الكلام الجيد أبو الله يولي برحمة شكون اللي دوز الخيل كثير هنا دوز خيل الخيل اه دوزهم العيدي ولد الشيخ العيدي ولد الشيخ نعم هو ولد هنا ولد هنا زيد شكون خر دوزهم محمد شكون خر
دوزهم البهلول القربال زين، ودوزهم مشعل بن حمد، ودوزهم علي ومشعل بن حمد. هذو كلهم كانوا يمشوا للموسم ديال راس العين، كلهم في الموسم. ودوزهم ولد عبد الله بن حمد البهلول البوعزاوي. هو دوز الخيل. أيه. كانوا الناس هادو الناس الاولين مولوعين، مولوعين بالخيل. هذا المولوعين بالخيل وين الموسم كيمشي؟ كنا سيدي نعمروا الموسم ديال البهاله، هذا ديال راس العين ولا ديال سيدي محمد البهلول؟ سيدي محمد البهلول زيد. وكان واحد الوقت سطات ديال ابويا الغليمي، ابويا الغليمي زيد، وملي حيد ابويا الغليمي ولاو يديروا راس العين مشاو ليها. ابويا الجلالي ديال بن حمد وسيدي محمد فكاك ودير سيد العيدي ما تشوفش لي. لا ماهوش ديالكم. لا لا ما ديالناش، ديال المزامزه، ديال المزامزه هما اللي مشاو لي. حنا هما الموسم ديالنا اللي كنا نمشيو لهم هما هذ. واش باقي عاقل على العرس ديالك انت؟ عرسك عرسي؟ ايه عاقل علي. باقي عاقل علي؟ ايه. جوجتي راسك ولا الوالدين؟ لا لا الوالدين اللي جوجوا. ولي جوجوا؟ اي. تما كان في راسك حتى حاجه؟ في راسي قال ما في راسي. كنت يا لابد؟ واخا لابد كنت نايض معاهم باش يمشيو يجوجوا. كنت نقول لهم سيروا جوجوني فلانه. جوجوني ولا البير؟ لا ما نكر لا بير لا والو. قلت انا زعما تسيب انت في البير الا ما جوجوش. لا 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 لا. كيجيك غارق. لا واخا بلا غرب. واش؟ ما تمشيش للبير. ما كتخاف؟ لا. وعلاش تمشي للبير؟ وإلا ما بغاوش؟ لا ما بغاوش أي. ما بغاوش يجوجوا. هذاك الوالدين خاطر ما هما. ما تماد. لا. الحاجة اللي ما بغاوش ما بغاوش. وأنت اللي قلتيها لهم ولا هما من دايتهم راسهم؟ أسيدي أنايا واحد الوقت بانت لي واحد البنت غادي دير الغير. وأنا نجي عند. بلاتي. نعم. كنتي سارع، كنتي مقابل، كنتي تحرف شنو دير؟ بعد شتيها أنت. أنا كنت في الفلاحة، نفلح. في الواد. يا داي زاد سقيم. هودا سقيم القلة. احنا نرجعوا للعين ديال قبيله في. اي هي هذيك نيت. زين؟ ايوا عشت جيت لعند الوالده. هي هذيك ديال العين. هذي العين هي هذي. حاط عينك. الله يفتح عليك. العين. اي. سير اسي. الوقت اللي شتها جيت لعند الوالده. ها؟ قلت لها فلان. زين؟ قلت لها غادي نقولها لبوك. إلا بغى. إلا بغى. تبارك الله. تبارك الله. زيد ما بغاش هاي ما عندي ما نقول. قالتها لي. قالتها لي. وقت اللي قالتها لي جدي سمع الخبار. هو يهرن. جدي سمع الخبار جا عند الوالد قال لي احمد قال لي باغي يتزوج ولدك قال لي ايه. قال لي بنت فلان. ماهيش هي. هي. الله اكبر. جات قد قد. جدك العزيز عليه انت. بزاف. اتلاقات الفاس معيده. الله يفتح عليك. زيد جات قد قد. قلت لي يا جدك هو مسكين اللي قال لك؟ قال لي هو علي. قال لي يا احمد قال لي العام قال لي باغي يتزوج دري قال لي ايه قال لي بنت فلان. هلا كان عارفك. وات راه جات قد قد. الله يرحم لي الوالدين. الله اكبر. وليتي تدعي معاه؟ وجينا ندعي معاه تراني شنو راه؟ زيد بالفرحه راه سبحان الله العظيم. فرحتي؟ فرحت. اسيدي فرحت. ملي قالوا بنت فلان ايه. افرحت. زيد ايوا هي هذيك يا سيدي امشوا وخطبوا اتقادوا. شنو عطيتو في العرام؟ بلاتي باقي ما وصلتيش العرام. واش لحقنا في العرام؟ محارش عند دقات العرام هذي. وي قال ما عنديش. زيد قلت لك عندي واحد نسيب الله يواليها برحمه الله. مالها؟ كان جيده. كاع بناتها عطاتهم الضريبات حتى لحقت عندي انا قالت لي منها برك عليها نعجب. ترى الناس يا سيدي راه الناس جويت. اجدك ها نسيبتك. عاوني الله رحمة الله سر. ويلي كنت مرضي. مرضي زيد كاع اللي جاي تناس معايا يقول لي الضروبه. الضروبه ها واحد منهم واخذ الضروب. تلحقتي انت؟ تلحقت انت. جيتي انت؟ ها الاخر هو واخذ الضروب. قالوا لك بارك على النعجه. بارك عليك على النعجه. زيد ولكن يمشينا الصوت خيرنا لهم في النعجه. مليحه. شحال خايبينها؟ 5000. مليحه. مليحه. صافي من بعد 5000 راه مليحه. مليحه. غتكون مضروبه خنونه. لا راه عم طيحه. زيد عم طيحه. عم طيحه. اش مطيحه البزطام؟ لا مطيحه سنانها. الله يكرمك. جيده. نعجه جيده. مضروبه شحمه. وانت تبارك الله ما شاء الله منين نفكوه؟
شي خيرات الله اش نقول عرضوا العراده دابا هذاك الشيء العراده ديال الناس مالين العروسه كي ديروا هما يعرضوا على من بغاو وانتوما وحنا نديولي مع شي حاجه قليل ديوش بزاف نتومن انا والواليد والوالده وندينا عمامي وحنا عائله صافي صح ما تفوتوش العائله بركه وهما يتكلفوا بشغلهم هما يعرضوا على الناس ديالهم يعرضوا ها اي شحال على دميجه وتقريبا هذيك الساعه كان ما كاينش بنان بحال اليوم العراده كثيره لا تقريبا غادي تكون واحد 30 ولا 40 واحد 40 خلق اي صافي الدوار الدوار ماهيش من دوار اخرين لا قليل والمونة اش ديروا فيها كان على الكسكسو طعام تعبانت لك النعجه بالك على الطعام على الطعام صافي وانا ما تنسول على النعجه والو عام اللي جاب الله تيسير عام اللي بغاو لك هذيك هي النعجه الكبيره هذيك هي الفضليه صافي رحمه الله زيد اي واخا شكون اللي كان وزير ديالك الوزير ديالي يمكن لك انا كالعذره هنا مو الطبيلي راك الطبيلي زيد هو اللي كان وزيري واخا نهار العرس تمشيو تا الوزير والتقاده سيدي نهار العرس كنا عندنا واحد القاعده زوينه اميه كنا نطلعوا لواحد البير يقول لي بير الحفنه هو فيه تعومو تما كنا نطلعوا شي حاجه نصبنوها ونمشيو بالعاده ونعقبوا بالعاده اش تصبنوا بعدا اللعبانه كدير ولا بدا ديروا شي حاجه تصبنوها لا بدا نديروا شي حاجه واخا تصبنوها هويكم على اللي كان بعد كتمشيو للبير بعد كتمشيو للبير اييه واش كاين شكون يسقي واحد من الدراري تقاده يسقي العريس والو العريس لا العريس مشرف العريس راه لابس سلام ومقبب ومشرف ما يدير حتى حاجه لا ما يسقي ما يصبن لا واخا العريس اش يدير يكحل يسوق اش يدير يكحلوا لي ويسوقوا لي ويحنيوا لي يدو شكون اللي يحني لي التقاده تحني لي امو وخواتاتو خواتاتو زيد عادي يمشي محني ولا يقبل ولا بعد لا حتى اللي يبغى يروح العروس ويحني لا بعد كيمشي للواد يمشي للبير لا ما يمشي ما محني ما دير حتى وحده لا كحل لا والو لا والو يمشيو يصبنوا ويجيو بالعاده اش يديروا في العاده سيدي يكون شي واحد يعرف شي طيار او يعرف شي غيطه ويشور جاي غادي جايين مقصرين فرحانين به يلقونا العيالات فين بالعلام زيد ويضربوا العلامات فوق من العريس زيد وهما جايين ناشطين حتى يلعبوا المحل امك كتخطيك بشي حاجه دير لك شي تمامه دير لك اش كدير لك امي كندير لي واحد السريره تاع القلقانه في يدي هذيك هي التمامه زيد ما كديرهاش في عنقك لا عافيدك عافيدي ليش؟ وتقول لك زعما باش ما تعينش العود يضربوك بعين العود يضربوك بالعين ومع التزاز انت فينا وانا راه الساعه كتبان شانع اين شانع؟ زيد ايوا سيدي ونشاورو جايين مقصرين نلعبو تما شرواتاي ونتسناو الحق الوقت يجيبونا العودات ركب انا يو الوزير والتقاد اش ديروا؟ شنو نعرضوا؟ شنو تقولوا للناس؟ اي زيد نعرضوا زيد؟ يا الله غادي نعد العودات اللي لحقنا ندقوا عليه ثم حالو واش تقولوا ليه؟ نقولوا ليه مرحبا بك عندنا هذا العريس ولا بدا هو الوزير هو الوزير يدوروا على كانون بكانون اين كانون بكانون ندوروا عليه؟ زيد والوقت اللي تدير العراضه تجي بحالك شاور جينا والعزري كتشاور انت وعمر انا وعمر جايين على العودات هذا الساقي ديالنا اللي مشرف نعم سيدي زيد شاورنا جايين وما تلقاو لنا شي حجرات ما عرفنا منين جاو مكلوتات ما بقاش مشرف اصاحبي وانت فينا بعد بدا الحجر ما بقاش مشرف ما بقى مشرف زيد صافي لحقنا ربطنا العودات ودخلنا بحالاتنا بلاش جيكم الحجرات والحجر ما عرفت كان بغي باقي لك انت حاط عينك فشي قنت خر وخويتي بهم بغاو يديروا انتقام وهما يبداو يراديو فيك بالحجر بالحجر بغا يديروا انتقام زيد قلت لي العرس كانوا الناس وشربوا زيد هزوا بلا غيم وهربوا كانوا الناس وشربوا هزوا بلا غيم وهربوا هربوا من الغرامة ولا من الله يفتح عليهم صافي صح حطيتي سينية وعطاو بالكفا علاش؟ باش ما يغرموش عرقوها ولكن الغرامه حق الانسان يديرها قبل الماكله شحال كانوا يعطوه في الغرامه
وشحال كان يعطيهم؟ 400 هذاك المخير. شحال جمعت يا هذاك المال؟ جمعنا ما عرفتش 8000 ريال ولا. ولكن هربوا على العاوين، الرجال بقاو. الرجال باقين. ولكن العاوين هربوا، عرقوا وزاد. هذوك هما اللي يهربوا على الفاتحة. الله يفتح عليك. زيد قلت لي الطهارة باقي عاقل على تاي. عاقل عليه. بغيت طهارتي تكبر. لا. باقي صغير. باقي صغير. وبنادم كان يتلى هذيك الساعة، كان تا يكبر عادي يطهروا. وكله عرفوا. كله عرفوا. انت باقي صغير؟ باقي صغير. ناضوبك؟ ناضوبي انا بكري. وعرفتيهم جيد؟ الله يهود. او ما هربتي مول؟ لا ما هربتش. علاش ما هربتي؟ انا وهذاك الساقي استعمر. بجوج نهار واحد؟ جوج ومعنا اخوه كبار منه. ها؟ نهار واحد. ثم ثلاثة؟ تبارك الله. درجوكم بحال المنجج؟ اينا بحال المنجج. كي داروا لكم؟ وعلم الله ما عرفتش كان. شكون الحجام؟ كان عندنا ولد السي الحسن الحجام. شكون الحجام؟ ولد السي الحسن الحجام. سميتو ولد السي الحسن الحجام. زيد هو اللي هو كان راجل كبير ويجي يختم الدراري ويمشي بحالك. ما تخلدوش انتم مول؟ لا. علاش ما تخلدوش؟ وكنا بعقولنا شويه. احنا شي باقيين زعما. ياك تو كبار. تقريبا كل واحد تقريبا عنده 14 عام. صافي 14 عام. الله يفتح عليك. لا زعما كنت صغار. هذيك الساعه انا باقي صغار 14 عام انا كبير. والمقاس. مالك؟ قداش؟ ديال الدزازه. ها ديال الدزازه صح. ها كبيره صحيح. كبير. ها كبير. قاس كبير. وزعما شي واحد ما مشى لي الوضوء شي حد. كانت الرجوله. ها هو. اي. ما تخرجوا ما تعرفوا. اتفق ما يمكنش خلعوا. والو. منوع. صافي. لا صافي. حطوا لكم ديك واحد القصريه كفاوها. قصريه كفاوها. ايوا صافي. فيها شي مازير ولا والو. ما تاش من مازير ما فيها لا مازير ولا كفاوها على فمها. زيد. وقعدوا لها ظهرها الفو. وحطوه. ويجيو بركوك يقرقبوا عليك ونوض بحال هذا. صافي. صافي. واخا شكون يزغرد شكون اللي فرح شكون؟ العيلة تزغرد امك تبكي. العيلة تزغرد. هي الحجام الله يهديك. راه عار وليدي عليك. الحجام العار عليك وليدي راه بين يديك. اي واخا هذا كانوا يقولوا على الصبار. نعم. وانتم اللي قد الوغال شنو يقول؟ الشريف وبعد يختمكم تحملك امك. تحملني امي حتى الرجال لحقين حتى الارض. وباقي صغير. وباقي صغير. كتجرجر. اي الرجال جرجروا. زيد. والوالده عندي كانت طويله شويه بعدها كمان قفزاني شويه. الحمد لله. اي تحمد الله وتشكروا الوالده طويله. تحمد الله وشكرتوا الوالده طويله. راه هي اللي تكون مو قليله. وكان شي بكا كاين. ها؟ كاين شي بكا كاين. والوالده اللي كانت تبكي. انت ما كتبكيش. لا. والله يسمح لنا من الوالدين. شوف مسكينه دابا المراه بعد زيد تبكي وبعد تختم تبكي. اي. وبعد تجوز تبكي. نعم. هذيك علاش تبكي؟ علاش؟ الزواج. علاش؟ خايفة المرأة تعود تفرقك عليه. وبيت تختم؟ اللي تختم خايفك تموت. ولا تراك شي مشكلة وتبقى وحدها. وبيت تزيد يلا تولد؟ هذيك راه تفرح بك. يا وليدي على مزويناته. تبارك الله. إيه على وليدي؟ على مزويناته تبارك الله. على مزويناته. إي. وسيدي الله يكرمك. الله يحفظك. الله يقدرك بسلامة على مر. الله يرحم والديك على يديك. الله يحفظك ونجيك. الله يكسيك ويجيك. الله يدبر حملك ما لا تعطل تحلبها. قوة هذيك ما يقوم ذاك في الضوء. حفظك الله في السفر والحاضر. في المشيان وفي المشيان. صلح الله الاولاد والبنات. نجاة السيد الكائنات. الله يحفظك في هذا الزمن. الله يسترك في هذا الزمن. الله يعطيك في هذا الزمن. الله يبنيك في هذا الزمن. الله يجعل موجود يجود عليك. يعبر لك بالقنطار ويزيدك بالعبره. ايامك بيضاء. ايامك زينه. نزيدوا عليك الشريف الحاج عطير. الله يقدرك بصار مع العمر، الله يحفظك ويجيك، الله يكسيك ويجيك، الله يدبر حملك، الله يغلط زادك، الله يشعشع نورك، الله يزول مدادك، الله يجعل الخير يفيض عليك، الفتح يصعب ويجيب لك، إن فتحنا بين عينيك، الكور يلعب في الهواء ويروح ياجي. حفظك الله في السفر، حفظك الله في الحضر، في البلوك، في المشيان، في البركسي، وين قعدتي وين كنت شمسي. الله يعطيك قد الأرض وما مدها، قد النبات وما شدها، قد المطر وما قدها، قد الحصى وقد الرمال، قد النساء وقد الرجال، وحصان الله عدا شحال. الله يعطيك الرزق مرزق الاطيار والحوت اللي في البحار كيسبح للغاني. الله يعطيك من حيث لا يحتسب. الله يعطيك واحد النفقه ولا شقق، منافقه بلا مال، هيبه بلا رجال، تدخل الجنه بالعمال، كيقولوا العرب ملي تعطف تحلبها.
الله يجعلها كل وجه رباني وتاقي وناقي وموزي ومصلي حتى نهار في عبد ربي نهار دوز عبد الكريم تحضر الشهاده من تما كاين بيت الجنه يقولوا لي بيت الحمد سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ما نبقاش نطول عليك. معنا نفوت ولد مسيك الله يرحمه. ولد مسيك راه بشر ولد مسيك الله يرحمه كان شعبي كان دوي معاه ولد مسيك راه شر البلاد مع عبد الرباطيين راه بوه اللي مسيك هو ها ولده مسيك هو اللي والد العربي بن مسيك هذا اللي شرى عندنا هنا شراها ولده ما شاريهاش مسيك مسيك يشتي هو في الدار البيضاء مع ربيع عبد الخليل احمد هو اللي كنتي سولتي على ولد موسى راه هو اللي شرى بلاد ولد موسى دقوني ما كانش يتقي الله شكون هذا؟ ولد موسى زي ما كانش يخاف الله يهود المخلوق للمطمور ويكب عليه الماء يلحق المال هنا يقول لي تكتب ولا لا ولا تباركين يقول لي خرجني دوزنا في الظلم ونهار تلات ميل ايام ولدو ولا يسعق ما بين العباد الحق عند واحد قال لي ابوك كان لاباس عليه قال لي بويا زرع لينا الشوك وحنا سابر حظو فيه العربي بن مسيك الله يرحمه داز راجل شعبي راجل مزيان يشرحوا فيه الناس ياكلوا فيه الناس ما يتسوق حد يخدموا عندو الناس يفلحوا عندو الناس يعطي البلاد بالثالثه كل يدي شي كي قال ولا الحاج وشكون اللي كان قابل ليه بوات هذاك السيد راه العربي بن الحاج الله يرحمه كان يدير بيدو الامر كامل اللي بغى بلادي بشي العربي عمره ليه اللي بغى شي حاجه يعطيها ليه اللي بغى شي حاجه دار الامر في يدو دقوني اش كان؟ كان شيخ عاصر فرنسا وبقاش الزريعه ديالو درك اش من زريعه تمحات كاع راكم كدوزوا على الدار ديالو كتخربط مابقاش حد والو كان كيظلم الظلم صاحبي الظلم 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 خيب الله تبارك وتعالى ما يخليش الظليم اش كان يدير؟ كان شيخ على المخزن وتعرف فرنسا دايره في طول الامر يقتل واحد وما يعقلش عليك من دابك ولمن تدعيه واحد السيد شريف من ولاد العيدي خاذ فروج ب 10 دريال في عصر ولد موسى دقوني 10 دريال فروج ليه قيمه ب 10 دريال وحتى ثمن كبير فروج ليه بال مشاو الناس قالوا لولد موسى الفروج اللي شرى العيدي ما عندكش حتى هنا كاع هذا كتب ليه بريه قال لهم يجي دابا الله يدخلوا الحبس كشتي هو كان نهار السوق كيدخل للجمعه شي واحد ما ياخذوا لا دجاج لا خضره سياخذ ولد موسى هذا اللي بغى ياخذ ياخذ اي حاجه يسبق فيها اي حاجه وسيدي العيدي مسكين صيفط لي استدعاء ولا كيخمم اش يدير؟ اه غادي يدي هو لي للسوق مرته قالت لي تعاج عشا تمام تياك هو عباشر انت اش بغى يدير لك ساير مسكين يلا حط العشا دق واحد في الباب غوثها فلان قال صاحبو شو شكون خرج قال لي كلم ليا الشريف قال لي سير قول لي زيد قال لي لا ما نزيدش يخرج عندي هو خرج عندو قال لي عرفتيني منين جيت ولا رانا جيت من الاربع ديال ولد زيدوح وجيت ولد موسى اللي باغي يحكم عليك قول لي فين غنضربو قول لي فين غنضربو قال لي ضربو فين بغيتي قال لي انا غنضربو للراس مشى ضربو للراس السيد مسيكين الصباح شد استيداء ومشى العاد الشيخ ولد موسى تا فين الشيخ قال لي هنا الشيخ بقى شي شيخ الشيخ داخل راسو ولازم قابله خادم ظل تخبط لي في الراس هذاك الظلم ديالو وانتهى الامر وهاك السيد مسيك حفظه الله دار الامر في ربي هو شكون اللي مصيبت هذاك الرقاص اللي جا من دار ولد زيدو هو قاري جن اللي جا جن قال لي انا جيتك من الاربعة ديال ولد زيدوح دار ولد زيدوح قول لي فين غنضربو هو كان كيتلى القران قاري مسكين مول الفروج مول الفروج يا الامر ديال الله كبير مولى علم مولى علم كان عالم والاخر ضالين ضالين في القران جاب الربحه فكوا الله منه حتى شي ما بقى الرحيم الله في ملكه واش كانت عنده شله قطارات
ترى الشده هو حلف تشرب من بزاب، كانت عند واحد العين ثاني يقول البدو حلف هو تيشرب منها الماء كيهود يورد منها. شكون منين جابها؟ من دقاقنا. وجات على جمعه رياح وهو بحد ما هني ربط واحد شكون ما يطول حق عندنا هنا الوقت. كيفاش جابها؟ جابها بلاد خاطر قال على عباد الله شاور الشارع البلاد ديولنا احنا. جاب لها العيد في الليل وحفروا فيها المطابر في الليل وعمرها زرع في الليل شله. بعد شاور المحكم قال لهم انا راه المرس ديالي ذاك رانا داير فيه الزرع جاو صابوا المطابر كاينين. كانت عندو هاد الكلمه ديال الظلم تخاف الله به تذهب الله به. قال لهم ما عرف الله يعرفك تقي الله ترى عجبه. الناس اللي كانوا يزرعوا لوالديهم الاولاد مشوك راهم تيحصدوا في البلاد الله يجينا ونجيك. القبيله يزينوها جوادها والخزانه يوقفوها وتادها والمراه يصوبوها اولادها والرابح من المراه والخاسر من المراه واللي ما عنده مراه ما رابح ما خاسر. العيالات فيهم الهوانه والعوانه واللي تقول الهم هانا فيها العوانه والهوانه واللي تقول الهم هانا. شكون العوانه؟ العوانه اللي كتجي وتشاور تعاون هذه وهذه وهذه وتعاود هذه وتعاون انت راجلها وتعاون جميع ما يكون. هذه سميتها العوانه. العوانه والهوانه هي اللي تضل تهوي. الهوانه كتهون على كل شيء. لا جاو الضيفان والجماعه تقول راجل دخل كل شيء موجود هونت عليه كل شيء كتسهل. لا جا فيك يطيحك ولا كسا عيني تحلو واللي تقول لهم هانا وما كاين لا بزار لا ملح لا سكر لا تاي لا والو لا شوف رجلي. هذيك هي اللي كتقول الهم هنا. الهم راه هي الهم براسها. زين واحد السيده السيدي ربط واحد البهيمه حمار وعجل الحرث هاك النهار الحمار قال العجل احنا عيينا عشيه روح مريض باش غدال ظلهم مستريحين. والسيدي العجل راح شاور يزعل الحمار قال غدال الصباح برا هاني الغد الحباب صافوا على الحمار ذوب وحده حرثوا عليه بعد يضربوا يقعس الشياج يا طايب الحق العجل ايه قاعد رانا الصم قال لي غادي نبيعوك الكزاله او العجل ينوض دار لي مانيره النهار الغد وهم يحرثوا بجوج الحمار صاب راسه مخفف يدير بحال كود بحال كود تا شتا الفهمه ديالي جات لي تا كان حمار تناش بغيت بان الفهم اللي هضر لي بسن طيب. اللهم صحيبي تعال عاوني على التمر. كيفاش القضيه ديال العجل ملي كنتو تحصدوا؟ هذه عجله. زيد؟ ماشي عجل. زيد؟ كان واحد العام قالوا عايشه قندي شيخ خرجت ولات جيل عباد الله. ولات مع المغرب عباد الله تدخل ما تلاش نخرج. لان ما كاين البد. كاين البد مع المغرب. ولا الدوار كله عيالات. ما تلاش اللي خرج زيد غادي نكون انا مراك الليل هزيت هذاك النهار دخلتي مع العيالات زيد هذيك الليله الشتا صابه واحد العجله جاوا جنون انا راكد انا وروح الوالده مغطين بوحل ما طهر زاد راك عارف القطات ما تعقلش ديال بكري ديال بكري تقول تقول ما تعقلش عليه هنا زيد مغطين الوالده ناعسين وغنوال بلاد فبلا والو العجله جاوا بسم الله الرحمن الرحيم نظرت طيح ونزل غير سوشي دخلت علينا لحد لحقت الباب مالو جاوزني بعض الظلمة بحالكم وقالت لي هي اللي عايشة قنديش وهي راها العجلة هي راها العجلة زيد شوية جاوا الجنون نات طاحت فوقنا زيد ولينا حنا نقطيو في راسنا بحال كيوك ما تلاتصالت فين تعطي بوحد النوالي على الكسب طيح ونزل فوقنا امي قالت لي هي هذي البان طلو قاعد عيني بحال كيبان ولي وزنيها بحال كيكون قلت له هي هذه ما يتدرس فينا تا الوجر الليله كامله ويدرس فيكم العجله بعد طلع النهار قلت له سير هو هيكل ما يكلاش لا دي رجله ما عجله طحنت كيفاش قلت لي هذاك السبع اللي عما جاو الخطاطه والرماله قال لي عليكم مخ الزيب قال لي واش جاي شدوا لي قال لي سير الشعبه الفلان الفلانيه غادي تلقى المغرب تماك هنا زي فين جيت لعندك شالوا واحد الشعبه تماغي طوح اليومين واحد الايام مهودين عاد صابوه في الشعبه مع الكرجلي قال هو جاب والله ولد الحرام العرب فيها واحد قال لي ما لحق لي ما قرب لي بعد كان حي كان صايد وعمي انا غنطلع لك المراه في ذاك الوجه
ناكل منه وتاكل منه. قال لي خليه على الموجود نمشي نبدا على التلفه. الزيف هذاك هو السبع يدور من ناحيه الفم وعاد شد بن سالو من هنا شدوا من هنا. او قال لي تقول لي اول ما او راك مذكور لي في السبوب المخ ديالك. قال لي انا ما عنديش مخ. اللي عنده مخ مش عند الغلم. اللي المخ طالع الغلم انا راكم كان عند المخ ما عقيه ما نجيش عندك. مول المخ مش البارد. ما انا جاي لهذه اللي تشلشل. ما عنديش المخ او ديس. الزيب والقلفوت جايين. الزيب والقلفوت جايين. يسولوا في بعضياتهم. تشعل عندك من حيله تشعل عندك من حيله. الزيب قال لي عندي 100 حيله. القلفوت قال لي عندي حيله واحده. جايين داول مع المريره تصابوا السبع بارك. الزيب عاش ابو حدر زيلو. او القلفوت تقدم. سوكر الله. زاد. نعم اسي السلام عليكم. قال لي عليكم السلام. قال لي احنا جينا مدعين عندك. اش كاين؟ قال لي انا عندي 8 وهذا 8 وراني بغيناك تمشي تفرق لينا. هو السبع ضرب حساب صابك جوج ما غاديش يقضيو لي. 16 18 يلا تعمر لي كل شو. يلا قال لي مزيدو مقيدين واحد الغار تحت واحد الصخره. البلاد لحقوه قال لهم واحد يدخل. قلفوت قال لزيب دخلت اسيدي. دخل تعطل شويه. قلفوت قال لزيب تصنت شري زري الولادي ما عندوش فيهم الكبده تصنت تصنت. ويرزع حاجه ما كاينه. خل ندخل كل خرج ولاده قال لي ادخل. ادخلوا بعد 400 متر من الغار وقراوا بركم. الاخر سنة تاعي. شويه غوز عامل قلفوت. راح عند زيب. ما تلاقوش جاوبوه. وقال لي خرجوا الفرق ليكم. قالوا عليه 400 متر وقال لي سير فحالك حنا تصالحنا. ايش قالوا لي؟ سير فحالك حنا تصالحنا. سير فحالك حنا تصالحنا. قيناش بشارعي. سير قابل غابتك. كيفاش قلت لي هذاك اللي غالبه مرته؟ واحد السيد غالبه مرته وجايين عنده صحابه وقال لي اعطيني على الليله. خليني نحكي معاه نهار. كامل عليك الليله والايام الاخرى صوتي ولا ضربوا لك كي بغيتي. رجع عنده ضيف حط لهم الصينيه شغل الى قبل الكلمه الاخرى بالكذا كذا 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 شويه ويطلع عليه الزعاف دخل عند الكوزان وهي تصريحه معاه سري اش قال له هو؟ نعاود نقول بارك عليك صاحبه هو اللي يضربه قال له نزيدك ولا بارك عليك لا بارك عليك اه بقى ترمشي زيد وهل المراه مع راجلها قالت الراجل ادي امي الذوق الرو في ذاك الدوار شو الظلم عطاته المغرب هي في دوار وهو في دوار ودان سيبته قال لي ذوق الروح بعد الحق عندها قوزت عليها يا امي واتكي شاك هذاك قالت لي ما بقى ما يزيدوا بارك عليه واش نزيدوا ولا بارك عليه قالت لي ما بقى ما يزيد صافي عملني ولا هذا المغرب من اللي لهنا غادي يدفق لي داكش لا بغيتي الفايده جمع الوالد والوالده جمع الوالد والوالده دورهم بالميده دورهم بالميده يشهدوا لك بالريضه يشهدوا لك بالريضه عمر المرضي ما تسد عليه دائما الخير يفيض عليه دائما فاتح لي الله البصيره منور ليه السريره ولا دخل الجماعه يباني منور والمسخوط يبان لي انا في جماعه كي تعرفوا وجوههم مكتوبه على وجوه الله يقرب لها قدم لكم برنامج ريحة الدوار بمساهمة مجموعة القرض الفلاحي للمغرب التزام دائم ريحة الدوار ريحة الدوار تجري في دمي ساكنة في عظامي ريحة الدوار تجري في دمي ساكنة في عظامي ياك تساريت قاعد الدنيا ما بحال ريح ياك تساريت قاعد الدنيا وما بحالها ريح فيه بويا فيه جدي خوالي وعمامي فيه بويا فيه جدي فيه خوالي وعمامي هذا تاريخ ما فيه كذوب تاريخ صحيح هذا تاريخ ما فيه كذوب تاريخ صحيح مالين الخيل اصحاب الصربة اصحاب البارود خيام كبيرة مازال معروفة بالجود ياك اللي جاي ياكل اللي جاي يشرب مرحبا بيه هذا تقليد من جد لجد ما سمحنا فيه
إلى هنا نأتي إلى نهاية حلقة اليوم من حلقات برنامج ريحة الدوار. ريحة الدوار فكرة وإعداد وإخراج محمد عاطر. نلقاكم إن شاء الله السبت القادم نفس توقيت نفس إذاعة إذاعة MFM. إلى اللقاء. سيداتي سادتي، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من حلقات برنامج ريحة الدوار. ريحة الدوار اليوم كيحط الرحال ديالو غير بعيد عن مدينة الفقيه بن صالح، الأمر يتعلق